مرحبا بكم في قناة رحلة الصناعة، حيث نأخذكم دائما خلف الكواليس لنكشف لكم أسرار أعظم المنتجات في العالم. واليوم نصحبكم في واحدة من أكثر الرحلات إثارة، لنعرف معا كيف تحول مشروب بسيط ابتكر في مختبر صغير إلى واحد من أشهر المنتجات على وجه الأرض. كيف انتقل كوكاكولا من زجاجة بيعت بخمسة سنتات إلى علامة تجارية تغزو الأسواق وتدخل كل بيت وتصبح جزءاً من ثقافة العالم؟ في هذا الفيديو سنأخذكم معنا في رحلة عبر الزمن لنحكي القصة الكاملة، القصة التي بدأت بفكرة صغيرة وانتهت بإمبراطورية عالمية، قصة تجمع بين الصدفة والذكاء والتسويق والابتكار. هذه ليست مجرد حكاية عن مشروب غازي، بل درس حقيقي في كيف يمكن لفكرة واحدة أن تغير العالم بأسره. فاستعدوا لتعرفوا أسرار كوكاكولا وتفاصيل لم تسمعوا بها من قبل، واستعدوا أكثر لتكتشفوا أن وراء كل زجاجة قصة، ووراء كل نجاح رحلة بدأت بحلم واستمرت بالإصرار، وهذه هي الحكاية من البداية للنهاية. في عام 1886 في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، كان الصيدلي جون ستيث بيمبرتون يعمل في مختبره الصغير باحثاً عن تركيبة دوائية تساعد الناس على التخلص من الصداع والتعب والإرهاق. ولم يكن السوق الأمريكي وقتها يفتقر إلى الابتكارات الغريبة، فقد كانت الصيدليات تقدم خلطات وأدوية ومشروبات يدعي أصحابها قدرتها على علاج كل شيء. ولكن بيمبرتون لم يكن كبقية من حوله، فقد أراد أن يبتكر شيئاً مختلفاً، شيئاً يجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الطبية. وبعد تجارب متعددة وخلطات لا تحصى، نجح أخيراً في مزج مستخلص أوراق الكوكا المعروفة بتأثيرها المنبه والمنشط مع خلاصة مكسرات الكولا الإفريقية التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وأضاف إلى هذا المزيج كميات محسوبة من السكر والماء وبعض الزيوت العطرية ليخلق بذلك مشروباً جديداً تماماً أسماه كوكاكولا، وبدأ ببيعه في صيدلية جاكوبس بمدينة أتلانتا، حيث كان يقدم مع الثلج في أكواب صغيرة مقابل خمسة سنتات للجرعة الواحدة. ولم يكن في ذلك اليوم أي مؤشر على أن هذا المشروب سيصبح في المستقبل واحداً من أشهر المنتجات في العالم. كان بيمبرتون يروج لمشروبه كمقوّن طبي يخفف من الإرهاق وينشط الجسم، وكان يعتقد أنه مجرد تركيبة أخرى من تلك التي تملأ الصيدليات، لكن الحقيقة أن ما صنعه في ذلك المختبر الصغير كان بداية لشيء أكبر بكثير مما تصور. ولم تمر سوى سنتين حتى قرر بيمبرتون بيع حقوق كوكاكولا لرجل أعمال شاب يدعى آسا كاندلر، وهنا تبدأ الحكاية تأخذ مساراً جديداً. فقد كان كاندلر يمتلك رؤية تجارية حقيقية وحاسة تسويقية خارجة عن المألوف. أدرك من اللحظة الأولى أن كوكاكولا تملك ما هو أكثر من مجرد مذاق جيد، بل رآها فرصة لصناعة علامة تجارية عالمية، فانطلق إلى الأسواق مستخدماً أساليب لم يكن لها مثيل في ذلك العصر. طبع الإعلانات على الجدران، ملأ الصحف بإعلاناتها، وزع قسائم شرائية تقدم عينات مجانية، وبدأ يزرع اسم كوكاكولا في أذهان الناس بطريقة جعلت الجميع يتحدث عنها. وبفضل هذا الجهد المتواصل، خرجت كوكاكولا من نطاق الصيدليات لتدخل المقاهي والمطاعم ومحلات المشروبات، وتحولت من منتج طبي بسيط إلى مشروب شعبي يحبه الناس ويقبلون عليه. وأسس كاندلر عام 1892 شركة The Coca-Cola Company، والتي بدأت منذ ذلك الحين رحلة من التوسع المستمر الذي لم يتوقف حتى يومنا هذا. ومع هذا التوسع أبقى كاندلر على سر الوصفة محاطاً بغموض مقصود، حيث قررت الشركة أن تحافظ على سرية تركيبة كوكاكولا الأصلية،
ليصبح سر الخلطة أحد أشهر الأسرار التجارية في التاريخ. تقول الروايات إن هذه الوصفة محفوظة في خزنة خاصة ولا يعرفها سوى عدد قليل جداً من كبار المسؤولين داخل الشركة، ولا يسمح لهم بالسفر معاً على متن وسيلة نقل واحدة خوفاً من ضياع السر أو تسريبه. ومع توسع الشركة في الأسواق بدأت كوكاكولا تشق طريقها خارج الولايات المتحدة، فتوسعت نحو أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. وفي فترة الحرب العالمية الثانية وجدت الشركة فرصة لتعزيز مكانتها عالمياً حين تعهدت بتزويد الجنود الأمريكيين في الخارج بالمشروب مجاناً، فأقامت مصانعها قرب مواقع تمركز الجيش الأمريكي ليظل الجنود مرتبطين بالمشروب حتى خارج بلادهم، وهو ما جعل كوكاكولا لا تعرف فقط كمشروب بل كرمز أمريكي امتد تأثيره إلى العالم. وبعد الحرب وجدت كوكاكولا نفسها قد أصبحت جزءاً من ثقافة الشعوب في كثير من دول العالم. ومع انطلاق عصر التلفزيون كانت كوكاكولا من أولى الشركات التي استثمرت في الإعلانات التلفزيونية، ونجحت في أن تربط علامتها التجارية بمشاعر الناس، فأصبحت إعلاناتها تدور حول السعادة واللحظات العائلية والفرح والاحتفال، ولم تعد تبيع مشروباً فقط بل صارت تبيع شعوراً. وهنا تحولت كوكاكولا من مجرد منتج إلى أسطورة تسويقية عالمية. أما داخل مصانع كوكاكولا فتبدأ رحلة الإنتاج بتنقية المياه وفق أعلى معايير الجودة، وهي خطوة ضرورية لأنها تشكل أكثر من 85% من مكونات المشروب. ثم يضاف إليها المركز السري الذي يحمل النكهة الأصلية، وهو مستخلص يتم إنتاجه في مواقع سرية داخل الشركة ولا يصل إلى مصانع التعبئة إلا بعد اتخاذ إجراءات مشددة. وهناك يخلط المركز مع المياه النقية والسكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز بحسب البلد، ثم يضاف ثاني أكسيد الكربون تحت ضغط معين ليمنح المشروب فقاعاته المعروفة ونكهته المنعشة. وتدخل هذه التركيبة إلى خطوط الإنتاج الأوتوماتيكية، حيث تتحرك الزجاجات والعلب بسرعة هائلة لتملأ وتغلق وتغلف وتخضع لعمليات مراقبة دقيقة وفحص إلكتروني يضمن أن كل عبوة تغادر المصنع بأعلى معايير الجودة. ومن هناك تنقل كوكاكولا إلى مراكز التوزيع ومنها إلى الأسواق لتصل إلى ملايين المستهلكين يومياً في أكثر من 200 دولة حول العالم. ولم تكتفي كوكاكولا بهذا النجاح، بل استثمرت في شراء علامات تجارية جديدة في مجالات المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الرياضية والطاقة، لتصبح واحدة من أكبر مجموعات المشروبات في العالم مع وجودها في كل ركن من أركان الكوكب تقريباً، وتوظف مئات الآلاف من الأشخاص وتحقق أرباحاً سنوية بمليارات الدولارات. لكنها حرصت دائماً على أن تظل قريبة من الناس من خلال رعاية الأحداث الرياضية الكبرى والبطولات العالمية والحفلات الفنية، وربطت اسمها بالمناسبات العالمية كعيد الميلاد ورأس السنة، حتى أصبح شعارها الأحمر والأبيض واحداً من أكثر الشعارات شهرة وتأثيراً في العالم. وتحولت من مجرد مشروب إلى جزء لا يتجزأ من الثقافة الإنسانية، يجمع بين متعة الطعم وقوة العلامة التجارية وذكريات الأجيال. وهكذا من مختبر صغير لصيدلي في أتلانتا إلى واحدة من أقوى وأشهر العلامات التجارية في العالم، خطت كوكاكولا مسيرتها كواحدة من أكثر قصص النجاح المذهلة في التاريخ الحديث.
لتصبح شاهداً حياً على أن فكرة صغيرة مدعومة بالإصرار والابتكار والتسويق الذكي تستطيع أن تصنع علامة لا تزول، وأن السر الحقيقي وراء النجاح الكبير لا يكمن فقط في المنتج، بل في القصة التي تروى حوله، وفي الأحلام التي يستطيع أن يخلقها في قلوب الناس. وهكذا استمرت كوكاكولا لأكثر من قرن، وستبقى حكاية تروى عن فكرة تحولت إلى أسطورة صنعتها الإرادة والابتكار وذكاء التسويق، وجعلت من اسم كوكاكولا ليس مجرد مشروب، بل جزءاً من حياة الناس حول العالم. وإذا أعجبتكم رحلتنا اليوم، لا تنسوا الاشتراك في قناة رحلة الصناعة ليصلكم كل جديد من قصص المنتجات والأسرار التي لا تعرفونها، وانتظرونا في الحلقة القادمة حيث نكشف لكم كواليس صناعة منتج آخر قد تستخدمونه يومياً ولا تعرفون شيئاً عن تاريخه ولا كيف يتم صنعه.